السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامج أسرار الحياة. طبعا احنا النهاردة هنتكلم عن ذكرى أكتوبر، وقبل يعني ما نبدأ موضوع حلقتنا، الجيش اللي رفع راسنا ولسه بيرفع راس أجيال تانية جاية كتير جدا، الجيش اللي نصرنا ونصر أمة كلها. خليني أدخل في موضوع حلقتي عشان ما أطولش عليكم، وأرحب بزوجتي وزميلتي الرائعة أستاذة هند شاهين. صباح الخير يا أستاذة هند. صباح الخير يا أستاذة إيه. النهاردة الحلقة بتاعتنا هتتكلم عن الإنشاد الديني. وطبعا احنا عارفين الانشاد الديني، قبل ما نتكلم عليه فهو محتاج كلمات وموهبه وصوت يخش القلب. مش اي حد عنده موهبه الانشاد الديني، مش اي حد صوته ممكن يخش في القلب. طبعا انا مهما اتكلم عن الانشاد الديني مش هقدر اوفي بحقه، لكن طبعا انا هسيب الاستاذ المبجل النهارده اللي معانا هو اللي هيكلمنا عن الانشاد الديني. اهلا وسهلا يا استاذ عبد القادر. اهلا وسهلا، منورنا يا استاذ عبد القادر. اهلا حضرتك. قبل ما نتكلم عن الانشاد الديني عاوزين تعرفنا بنفسك اكتر. انا عبد القادر مصطفى عبد الجيد محمد من محافظه الفيوم. اهلا وسهلا بك. كليه دراسات اسلاميه وعربيه جامعه الازهر. لسه مبتدئ ان شاء الله في الانشاد الديني، وان شاء الله يعني اكون عند حسن ظن متابعينا الكرام، وان شاء الله اكون عند حسن ظن اسره البرنامج، وبشكر حضراتكم على الاستضافه الجميله دي. اهلا وسهلا بحضرتك. في بدايه الحلقه يا استاذ عبد القادر، انا عايز اعرف يعني ايه انشاد الديني. ناس كتيره مش عارفه يعني ايه انشاد ديني، مفكرين ان هو مجرد غنى وكلمات وخلاص على كده. وضح لنا اكتر الانشاد الديني. الانشاد الديني هو غذاء للروح وغذاء للوجدان، هو اصلا يعني شيء موجود من ايام النبي صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاه والسلام. وكان شهر الرسول صلى الله عليه وسلم كان سيدنا حسان بن ثابت، كما اهتم به الرسول صلى الله عليه وسلم في زمانه، كان له منبر يلقي عليه الخطابة والأمر الدعوي للناس، واهتم به برضو كفن. لما سيدنا حسان بن ثابت كان يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم، كما برضو سمع فيه، كان هو ماشي كده في المدينة فسمع أحدى النساء كانت تمدح في الرسول صلى الله عليه وسلم، فأحب هذا الموضوع، يعني بدا ان هو يعني من هنا الانطلاقه اللي جت في الانشاد الديني. تمام. لان يعني احنا كانوا زمان كانوا بيحب جدا يمدحوا في الرسول، اكيد طبعا، والكلمات كانت معبره جدا. بعد كده جه في يعني بعد زمن الرسول صلى الله عليه وسلم تواتر الامر، فجه في عهد الفاطميين واهتموا بيه جدا كلحن واهتموا بيه كمقامات والكلام ده. وبعد كده فبقى ليه اقسام، يعني في اللطميات دي برده كانت موجوده برده في الانشاد الديني، بس بالنسبه لده للشيعه يعني احنا بعيد عنهم خالص. واهتمت بيه بقى ليه يعني اقسام بقى مدح، وفي يعني ابتهالات لذكر الله والكلام ده كله. تمام. استاذ عبد القادر، مين قدوتك او مين بتحب تسمع؟ سيدنا الشيخ نصر الدين طوبار. طب ممكن نسمع له حاجه؟ شعبان عبد الجيد. نسمع حاجه. تمام، مفيش مشكله. حين يبدي الصبح إشراق السماء يسكب الطل رحيقا من ندى من ندى موقظا بالنور أجفان الحياة الضحى من نور من والندى من فيض من الضحى من نور من والندى من فيض من سبحت لله في العش الطيور ترسل الأنغام عطرا في الزهور عين
عيشها من رزق من عيشها من رزق من وهي أيضا صنع من رازق الله صانع الله الله هو الله. الله أكبر. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. أول مشهودة قلتها كانت فين والمين؟ في المعهد الأزهري عندنا في مركز الصفا لمشا. طب احنا جينا النهارده نسمعكم بس فحابين نسمع. شكرا جزيلا ربنا يبارك فيك. برضو كان في نسمعها بس الانشوده الاول الانشوده نسمعها من حضرتك. الانشوده اول انشوده نشدتها للشيخ برضو نصر الدين توبر. طيب هي هو مثلك الاعلى. قدوتي بحبه جدا اصلا يعني من صغري. كانت الست الوالده كانت بتشغل اذاعه القران الكريم فكنت بحب استمع ليه. انت بدات الانشاد من كام سنه؟ انا عندي 16 سنه بس كان في الازهر عندنا في المعهد برضه كنت بطلع في الاذاعه. صغير جدا ان انت تنشد بالطريقه الجميله اللي احنا سمعناها دي. فكنت بطلع في الاذاعه المدرسيه على طول وفي الحفلات. مين اللي شجعك انك تطلع قال لك صوتك حلو اطلع وقول؟ والله اكيد مدرس. الفضل لله الاول ثم المدرسين الافاضل في المعهد ثم لوالدي اكيد طبعا. في حتى كان في الشيخ اللي كان بيديني كتاب هو يعني كان اسمه الشيخ سلامة عبد العال كان بيديني كتاب. الحمد لله ختمت القران على ايديه وانا في 6 ابتدائي فالحمد لله يعني هو اللي شجعني ان انا انشد وان انا ابتهل كنت باخد منه يعني. دربت نفسك كتير؟ دربت نفسي كتير اكيد طبعا. ما دخلتش الموضوع كده لا انت بدات تكتشف عندك الموهبه وبعدها تتدرب على الموهبه دي. تمام. طب احنا عايزين نسمع حاجه بقى. تمام. جل المناد جل المناد ينادي يا عبادي أنا محي الذنوب والأعذار. جل ينادي يا عبادي أنا محي الذنوب والأوثار. إلهي بفضلك استعنا وبك أصبحنا وأمسينا بين يديك أستغفر الله. نعم. الله يفتح عليك. طبعا احنا حاليا شهادات التقدير بتترد فعاوزين نفهم بقى خدت شهادات التقدير في ايه يعني كميه شهادات تقدير حضرتك بعتها لينا فكنا عايزين نعرف بقى ايه شهادات التقدير دي. ايه اللي دخلت فيها عشان تاخد شهادات التقدير دي برضه؟ انا خدت دبلومه سيفتي سلامه وصحه مهنيه. تمام. في شهاده قدامنا حاليا دي خدتها امتى؟ دي خدتها يعني لسه مستلم شهادات دي من شهر تقريبا. جميل. كنت دي دبلومه سيفتي. برضه فضح للساده المشاهدين يعني ايه دبلومه سيفتي او سيفتي عامه. الشهاده دي طيب نعلق عليها بس. دي شهاده خدتها في مشروع مترو الانفاق. تمام ممتاز. ودي لا هي في واحده ثانيه هي. نفس الشهاده دي خدتها برضه في شهادات اوشا ونيبوش دي يعني اوشا دي مكافحه الحرائق والكلام ده كله فليها يعني
لها نمط اساسي في حياتنا، فالسيفتي مهم اساسا في حياتنا كلها. برضه انا عايزه اعرف يعني ايه سيفتي؟ السيفتي ده يعني السلامه اولا، يعني سلامه المنشا اللي احنا فيه ده مثلا شغال فيه، فازاي ان انا مثلا يعني ما يحصلش فيه مثلا اي خسائر رهيبه مثلا في موقع او مشروع معين. تمام. ان انا بحافظ على الكيان اللي انا موجود فيه، بالذات لو حصل عندي اي اصابه ولا حاجه اقدر اهتم بالمصاب عندي في الموقع او في المشروع او مثلا في المصنع. فالسيفتي ده لابد منه، مش يعني مش كدراسه بس، لا لازم لابد منه في جميع المجالات. يعني افهم من حضرتك ان انت بجانب الانشاد الديني بتشتغل مهندس ديكور. مهندس سيفتي في شركه حسن علام. تمام. احنا عندنا حاليا فيديو بيتعرض، يا ريت تعرضوا الفيديو بس. تمام، علق لنا عليه. طبعا شغلك جميل جدا، بسم الله ما شاء الله عليك. ده شغل الفنيات، بحاول ان انا يعني اوفر شغل الديكورات في بدل الجبسون بورد والكلام ده كله. تمام. فانا بحاول ان اوفر على الناس، يعني بدل ان هم يعملوا الشغل ده المتر ده فيه اقل شيء المتر ب 100 غير مصنعيته والكلام ده كله. فده حضرتك انت اللي بتعمل الشغل ده. انا اللي بعمل الشغل ده بالتصاميم ديت. بايدي كمان. بياخد وقت ومجهود طبعا. طبعا أكيد. بياخد مني مثلا فورمه زي دي ممكن تاخد لها مثلا اقل شيء يوم كامل. بس حضرتك يعني انت مش شايف ان الانشاد الديني حاجه صعبه وفي نفس الوقت مهندس تشتغل مهندس؟ والله هو الانشاد الديني بالنسبه لي موهبه، انا حابب ان انا انميها وحابب ان انا يعني اكون زي الناس اللي هي ماهر زين، اسامه يوسف، وزي مولانا الشيخ نصر الدين طوبار والشيخ شعبان عبد الجيد والمبتهلين، الناس اللي هي في القمه دي. فنفسي اكون زيهم بجانب اللي انا اساسا يعني في كليه دراسات اسلاميه عربيه جامعه الازهر قسم اصول دين. فانا دي اساسا انا دعوي اساسا. فانا حابب ان انا انشط في المجال ده جدا، بالذات برضو ان انا حابب برضو ان انا اوفر. حابب برضو ان انا اوفر. حابب المجال ده. فحابب ان انا اوفر برضو على الناس، يعني شايف ان الناس دلوقتي في غلاء رهيب جدا، فاقدر اوفر عليهم في الجبسون بورد ده بدل ما هو يروح مثلا يجيب صنايعي ويعمل الكلام ده كله. انا ممكن ده صنايعي مثلا نجار او كذا او راجل بيفهم في الديكورات يعمل الشغل ده. احنا معانا حاليا طبعا برضو صور للشيوخ الكبار العظماء، يا ريت تتعرض بس في الازهر. في الازهر مع ده الدكتور احمد عمر هاشم، ده شيخي ومعلمي الفاضل، احترمه جدا واعتز بيه جدا. طبعا من الناس طبعاً الجليله المحترمه جدا. هنا جدا بصراحه في الموقع على ما اعتقد. في الموقع. في شركه حسن علام انا شغال اساسا حاليا. في شركة هنا في الازهر. الازهر. لا في الازهر. انا بعتز بالازهر معقل الحضاره والعلم. تمام، بعتز بيه جدا. وده الدكتور احمد جلال صاحب برنامج الثبات والانتكاس بقناة الرحمة، ده حبيبي وشيخي شيخي المفضل، بعتز بيه برضه جدا، وبصراحة هو قدوتي، هو الدكتور أحمد عمر هاشم. جميل. فالحمد لله بعمل معهم يعني لقاءات كتير، إن أنا بقعد معاهم وبحترمهم بصراحة ربنا. أتمنى أن يرفع الإسلام بيهم. حب الناس نعمة. أكيد طبعا. يعني في مثل بيقول من حب ربه حب في خلقه، وأنا صراحة يعني شايفة إن بسم الله ما شاء الله في ناس كتيرة احباك وحب الموهبه بتاعتك ونفسها تنميها. تمام، ربنا يبارك في حضرتك. برضه انا مش فاهمه الشغل زي ده بيكلف وقت قد ايه، او فلوس يعني الجهد وتكلفه كل ده في حدود قد ايه بتخلص شغلك؟ ما فيهوش جهد كتير بالنسبه لشغل الديكورات المعماريه اللي بتتعمل في السقف دي، او ممكن بعملها انا بعمل مكتبه مثلا مباني والكلام ده كله بدل برضه جبسون بورد. ده مش مكلف قوي، يعني ممكن الواحد يجيب مثلا ثلاث ارواح بلاكاش. في اي مكان ولا اماكن معينه؟ لا هو بتبقى على حسب المساحه وعلى حسب حجم الرسمه. مثلا لو رسمه كبيره مثلا بتاخد لها فوق يعني حوالي ثلاث ارواح بلاكاش مثلا، ممكن تعملهم 300 جنيه او 400 جنيه. تمام. بس وشغل مصنعي اقل شيء مثلا 200 جنيه مثلا، يعتبر يوميه صنايعي بس اللي هو النجار مثلا، او 250 جنيه على حسب الاتفاقيات بقى اللي بتتفق معاها. التكلفه مش كتيره قوي. التكلفه مش كتيره. لا يعني ممكن الشغل ده يتعمل في بيت، في شقه. بتتعمل في بيت وفيلل وفي اي مكان وعمارات والكلام ده كله. بتاخد وقت قد ايه طيب؟ بتاخد وقت يعني حوالي ساعتين او ثلاث ساعات، ممكن اليوم كله على حسب برضو ايه الرسمه الشكل. على حسب الشكل المطلوب. فممكن نعمل يعني فيما بعد ان شاء الله انا بعمل كتالوج مثلا للرسومات دي، ونقدر باذن الله نحن نقدر نصممها بحيث برضو ان هي الرسومات دي في السقف اساسا اللي بتتعمل خرسانيا بتاخد عمر اطول وبتحافظ على الشكل العام. برضو انا اقدر مثلا اعمل الشكل العام بتاعها ما يتلفش مع مرور فتره طويله. لان اولا يعني لما بحط جبسون بورد. بس معانا مداخله استاذ زايد عبد الحميد. اتفضل. عبد الجيد. الو. الو، مساء الخير. مساء النور يا فندم. انا سامح. اتفضل استاذ عبد القادر، معاك اتفضل.
اهلا وسهلا منور. اتفضل استاذ عيد، تحت امر حضرتك، ده نورك والله. ربنا يبارك في حضرتك. انا مش عارف اقول لك يا هندسه ولا اقول لك يا مولانا. عايزين نعرف رايك في صوت استاذ عبد القادر، ايه رايك في صوته؟ هو ما شاء الله عليه، يعني مشروع شاب ناجح او مرتهل ناجح او منشد ديني ناجح. الفضل يرجع لله سبحانه وتعالى، ثم لمنارة العلم والعلماء الأزهر الشريف، طبعا ثم لله الوالد والوالدة، ناس مكافحين جدا، وإن شاء الرحمن الرحيم يعني يكون عند حسن ظنهم، وعندي يكون عند حسن ظن السادة المستمعين وحضراتكم. وكان ليه كل الشرف ولينا برضو احنا كل الشرف ان انتم مستضيفيننا على القناه الجميله ديت. ربنا يخليك، احنا لينا الشرف ان هو معانا وان حضرتك معانا طبعا. لا والله حضراتكم انا بشاهدكم حاليا دلوقتي بصراحه ربنا، يعني احنا لينا يعني مش عارف اقول لحضرتك ايه. تسلم ربنا. انتوا ثلاثه منورين الشاشه بامانه يعني. ربنا يخليك يا استاذ عيد، ربنا يبارك في حضرتك. عند حسن ظنكم ان شاء الله. ربنا يبارك في حضرتك، النجاح دايما كله ليك يا رب كده جميعا. الثلاثه اعلاميين محترمين جدا على قدر المسؤوليه، وان شاء الله الرحمن الرحيم هو برضه مستقبل منشد باذن الله على قدر الله. المسؤوليه، ويا رب من نجاح لنجاح. شكرا ان شاء الله يا فندم، ان شاء الله. شاكرين اول مداخله حضرتك. كمل استاذ عبد، نكمل عن الديكور. تمام. ده بيوفر برضه الشغل، برضه بيديني عمر اطول، بدل ما انا بركب الجبسون بورد بلاقي مثلا المسامير اللي انا بثبت بيها الجبسون بورد بلاقي المسامير دي بتصدي، تمام، وبتعمل شكل مش كويس خالص بعد كده. في بحس برضو ان هي برضو يعني البروده والكلام ده كله، الطقس بيخلي شكل المسامير لما بتصدق وشكل الديكور اصلا بيتغير، تمام، لونه نفسه اساسا يعني بيدي كده بالعاميه كده بيبهات بيبوظ يعني، ما يبقاش بالشكل وبالرونق اللي طالع بيه كويس، بيبقى تمام. شكل عادي كده وخلاص. هي ممكن بقى بنعمل مثلا في خرسانات مثلا الجبس بقدر مثلا اشكله مثلا عادي اشكال، برضو في الخرسانه برضو اقدر اشكل برضو زي ما انا عايز. يعني اقدر اشكل برضو في خرسانه زي ما انا عايز، برضو بفورم برضو ممكن يعني اجيب مثلا فورم بخلي حد بتاع موبوليا مثلا تمام يعمل مثلا الفورم دي، واقدر مثلا. طب انا عايزه افهم برضو حاجه، يعني بتشتغل في اي مكان؟ يعني اللي بيطلبك بتروح له عادي ولا؟ طبعا في اي مكان. التواصل مع حضرتك على الارقام الخاصه؟ الارقام الخاصه. طب تحب تقول ايه بقى في اخر حاجه؟ الله يبشكر الساده المشاهدين، وبشكر اولا ربنا ثم انتوا بصراحه اللي إيه بقى. عايزين نعرف خطتك في الفتره الجايه. خطتي في الفترة الجاية إن شاء الله أنا حابب أكمل جدا في الإنشاد، وحابب إن شاء الله إن أنا أكون يعني عند حسن ظن المشاهدين، حسن ظن الناس إن شاء الله يعني اللي تسمعني بإذن الله. إن شاء الله. وإن شاء الله أبدأ برضه في خطتي برضه جنب مجالي، يعني إن شاء الله إن أنا أكبر المشروع بتاعي ده، إن شاء الله الناس تقدر تستوعب وتقدر برضه توفر على نفسها مجهود، ويعني الحرفة دي بالذات يعني محتاجة إن هي مجهود. فتوفر على نفسها التكلفه والمجهود اللي هم بيعملوه. مجهود وصبر، الصبر اهم حاجه، اهم أكيد حاجه طبعا. اكيد. طب احنا عايزين نختم حلقتنا بحاجه قصيره كده من حضرتك، تمام، مشهوده كده جميله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، سيدي يا رسول الله، سيدي يا رسول الله، اللهم احفظ مصرنا واهد شبابنا، اللهم احفظ عيشنا، اللهم احفظ عيشنا يا أكرم الأكرمين يا رب. يا مصر قومي فالكرامة تزادنا، يا مصر قومي فالكرامة تزاد.
وشبابنا هم كالأسود من شرق مصر لغربها، فالكل بات في جاهها. بلاد الخير أوطاني وفيها الله أحياني، شتاها كله عطر ونهر النيل ناداني. أحبك مصر من قلبي ومن روحي ووجداني. طبعا تشرفنا بحضرتك، وكان نفسنا يكون وقت طويل بس مع الاسف. شكرا جزيلا لك. طبعا حضرتك شرفتنا النهارده يا استاذ عبد القادر، واتمنى ان صوتك يوصل لاكبر عدد من المشاهدين، وان شاء الله تكون الحلقه النهارده فتحت خير على حضرتك. شرفتني. في نهايه حلقتنا اتمنى ان احنا نكون عند حسن ظنكم، تابعونا مع اسرار الحياه كل جديد ان شاء الله مع ايه وهند.